خيامهم تحولت لكتلة من النيران. النازحون استيقظوا على أصوات الإغاثة، جثث تفحمت، أكثر من 40 قتيلاً وعشرة المصابين. مشاهد مفزعة خلال الساعات الماضية. فرغم أمر محكمة العدل الدولية لإسرائيل بوقف العمليات العسكرية، الجيش الإسرائيلي قصف مخيماً يؤوي نحو 100,000 نازح بمدينة رفح جنوب القطاع. احنا قاعدين في أمان الله على باب الدار، فجأة سمعنا صوت صاروخ، جينا هين نجري لقينا الشارع طيطة مش شايفين ولا حاجة. دخلنا في الدار ما لقيناش في أحد، طلعنا فوق الحيطة لقينا مرة بنت وشاب مقطعين تقطيع. الجيش الإسرائيلي أصدر بياناً قال فيه إنه نفذ ضربة دقيقة على مجمع تابع لحركة حماس، وأعلن مقتل كل من ياسين ربيعة وخالد نجار القياديين في مكتب الضفة الغربية التابع لحركة حماس، معتبراً أن الضربة الإسرائيلية أهدافها مشروعة بموجب القانون الدولي وأنه يحقق بالواقعة بعد إصابة المدنيين. الجيش الإسرائيلي على علم بالأنباء التي ذكرت أن الضربة أسفرت عن اندلاع حريق وإصابة عدد من المدنيين في المنطقة، الواقعة قيد المراجعة. الرئاسة الفلسطينية اتهمت إسرائيل باستهداف مركز النازحين عمداً، مطالبة المجتمع الدولي بضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني. ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي لهذه المجزرة البشعة هو تحد لجميع قرارات الشرعية الدولية. حركة حماس قالت في بيانها إن أكثر من 7 صواريخ وقنابل عملاقة تزن الواحدة أكثر من 2000 رطل قصفت بها إسرائيل المخيم المقصود، وطالبت الحركة بفتح معبر رفح لإنقاذ المصابين. أما الدفاع المدني في غزة فقال إن طواقم الإسعاف لم تتمكن من نقل عدد من الجثث المتفحمة، وهناك صعوبة بالتعامل مع الإصابات نظراً لانهيار المنظومة الصحية في القطاع المنكوب.